قام رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير بافتتاح مدرسة المباركية في محافظة باندا إتشي الأندونيسية، حيث تأتي هذه استكمالا لقرية المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح التي افتتحت في عام 2009، ويأتي بناء هذه القرية بتمويل كويتي بعد كارثة تسونامي التي حلت في أندونيسيا وتسببت بدمار كبير للمنشآت الحيوية من محطات تنقية المياه وبنى تحتية في عدد من المناطق من المحافظات الأندونيسية منها محافظة باندا إتشي. وللمزيد حول هذا الموضوع نسلط الضوء، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هلال الساير رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي. دكتور هلال، ما هي دلالات بناء قرية كاملة باسم المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في إحدى المحافظات الأندونيسية؟ مساكم الله بالخير أولا. أهلا وسهلا. الحقيقة طبعا كارثة تسونامي هي يعني كارثة كبيرة جدا ودمرت جزيرة كاملة اللي هي جزيرة سوماترا وأعضاء كثيرة من جزيرة إندونيسيا. نعم. ولذلك كان في كثير من الأهالي ما عندهم بيوت وتدمرت جميع البيوت ملوتهم، فطبعا قررنا إحنا نبني قرية كاملة وسميناها باسم المغفور له الشيخ جابر الأحمد. هذه القرية تكون من 150 منزل وزائد مسجد وزائد عيادة خاصة يعني عيادة خاصة للطب. نعم. وإحنا طبعا بهذه القرية كانوا يحتاجون أيضا مدرسة، ولذلك بنينا هذه المدرسة اللي اليوم فتحنا الفصل الثالث مالها. الفصل الأول كان بناء مدرسة ثانوية وسميناها مدرسة المباركية على طبعا أول مدرسة بنيت في الكويت. جميل. والمرحلة الثانية هي مدرسة حرفية لتعليم الحرف المهنية. والثالثة اللي افتتحناها اليوم هي صالة متعددة الأغراض. الحقيقة هي صالة كبيرة واستقبلونا استقبال رائع، وكان في عندنا المحافظ وطلبة كثير جونا واستقبلونا وافتتحناها اليوم رسميا. دكتور هلال، بودي أن أستفسر، عندما ذكرت 150 منزل، هذه القرية كم عدد السكان الأندونيسيين الذين تعرضوا لكارثة التسونامي سوف تخدمهم هذه القرية؟ يعني كم تتراوح نسبتهم، وكذلك ما هو وقع هذه المساعدة على هؤلاء المنكوبين؟ القرية تقريبا 5000 نسمة. جميل. وبنيناها في المنطقة اللي تدمرت فيها البيوت. في نفس المكان. في نفس المكان. هل يعني المنكوبين تبرع من الحكومة الأرض؟ جميل. دكتور هلال، هل المنكوبين يعني وصلت إليهم الرسالة بأن دولة الكويت تقدم هذه المساعدات لهم؟ هل يعني وصلت هذه الرسالة؟ لا، واضح الرساله لهم، وكانوا يعني كل اليافطات اللي حطوها ان مساعده الكويت لهذه القريه بالذات. واحنا ايضا مو بس القريه، لان لما صار السونامي جزيره سومترا جزيره كبيره وتسكرت الطرق كلها، ولذلك جمعيه الهلال الاحمر تبرحت ب 65 اليات ثقيله مثل تراكترات وكرينات. نعم. ولوري علشان يمهلون الطريق ليوصلون للمتضررين. نعم. وبعد هذا ايضا كان الدمار تلوثت المياه، لان الماي البحر دخل على الماي الحلو. صحيح. والمجاري تدمرت، ولذلك ايضا تبرعنا بمحطات تنقيه المياه. دكتور هلال، يعني كيف تنظرون ايضا لاهتمام دولة الكويت بنشر العلم والمعرفة وربط ذلك بالمساعدات بالعمل الخيري، خاصة بان عندما تقوم يعني دولة الكويت بعمل هذا العمل الخيري في البداية تقوم بالبنى التحتية، ومن ثم إضافة المرافق الخاصة لتأمين المسكن والمأكل والحياة. الآن انتقلنا إلى مرحلة قادمة وهي مرحلة التعليم والمعرفة.
كيف وجدتم صدى هذا على الأخوة الأندونيسيين؟ لا طبعا كانوا ممنونين بشكل غير معقول، يعني كان اليوم استقبال رائع وخطابات من محافظ المنطقة كان يشكر دولة الكويت، ومثل ما تعرف يعني جلت الكويت على فعل الخير من خلال صاحب السمو أمير الولاد الشيخ صباح الأحمد جابر صباح وحكومة وشعبا. جميل. ولذلك جاءت تسمية صاحب السمو الولاد على اسم هذه القرية. نعم. إيه، ومن قبل منظمة الأمم المتحدة تجسيد الحقيقة أن الكويت مركز عمل إنساني. احنا أيضا يعني عملنا عمل أكثر في إندونيسيا، وهو لأنهم مدينة فيها حداقة على البحر، كل قوارب ملوتهم دمرت، فلذلك احنا تبرعنا ب 300 قارب مع معدات الصيد، وخلينا يعني استعملنا عملنا القوارب صناعة محلية، ولذلك العمالة الوطنية هي اشتغلت على هذا. جميل. دكتور هلال الساير، ما هي المشاريع القادمة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي خاصة في دول شرق آسيا وليست اندونيسيا فحسب؟ والله احنا يعني ايضا الان اندونيسيا بالذات قاعدين يطلبون مستشفى، فعندي بكره اجتماع مع الجماعه على اساس اشوف شنو طلباتهم. نعم. في اندونيسيا انما حاليا ما عندنا اي مشروع في دول شرق اسيا، ما عدا طبعا مثل ما تعرف ان في نيبال صار الزلزال الكبير هذا، واحنا ان شاء الله راح نبتدي ايضا مساعده النيبال. رئيس جمعيه الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير، شكرا جزيلا لك. شكرا.